واو السمك يا جماعة لما تبقى عينه بتلمع كده هوت يبقى سمك طازة زي الفل زي الفل، يبقى نايم كويس. لا ويبقى نايم كويس، يبقى نايم كويس. مش سهران بالليل مفيش قهوة ونايم بدري. احنا بنصور من لوكيشن طبيعي على المية، مفيش حاجة احلى من كده عندنا. العروس هو ملك السمك سي باس. السي باس لما تشتريه، انا اشتريته من تي ان تي. بصراحة تي ان تي انا بلاقي ان هو اسعاره كويسة جدا والحاجة بتاعته كويسة. سمك حلو قوي. السمك لما بنجيبه ما بننضفوش، لانه هنعمله النهاردة بالردة. الردة سايبينه مقفول لان السمك زي الفل وطازة، وجبت الصندوق كله على بعضه عشان ما يتفتحش ولا يطلع على تلاجة ولا اي حاجة، زي ما هو بتلجه بكل حاجة. لازم يكون القشر عليه عشان القشر ده هو اللي هيمسك في الردة، وهنشويه كده هوت زي السمك بتاعنا في مصر الجميل. وقلنا السمك الدنيس بيجي من تونس او من المغرب، يعني ميديترينيان سي. وسمك جميل جدا جدا طبعا، ونضيف جدا، سمكة بيضة مية مالحة حلوة جدا. فان شاء الله هتبقى حاجة حلوة هتنبسطوا بيها كده، هتبقى ظريفة وتبقى أكلة حلوة. واحنا ما بناكل السمك المشوي بناكله برز أبيض، يعني رز أبيض معلوش أي حاجة. إيه عبارة عن إيه؟ المية بتاعته طبعا الطبيعي بتاعت الحياء والزيت والملح، that's it. الإسكندرانية أعتقد كده في السمك المشوي المعمول بالردة والبورسعيدية دايما ياكلوا السمك ده معمول على رز أبيض مش الرز الصيادية. المقلي ناكله بالرز الصيادية، ده الاختلاف الوحيد. طبعا كل واحد على مزاجه، يعني ياكل اللي هو عايزه. انت بتلعب بالكاميرا وبتعمل كده بتتحرك؟ لا انا وانا بلفها كنت عاوز اخليك. الراجل ده كان بيصطاد فكنت عاوزه وانت وهو بيصطاد تشوف السمكه تطلع، بس ما جاتش سمكه. ما جاتش سمكه. طب احنا عايزين ايه بقى دلوقتي؟ احنا نتمنى ان البهوات اللي معانا دول طول ما احنا في اي حته في اي مشوار يتكلموا انهم اكبر صيادين في الدنيا. وانا بطلع من البحر الاحمر سمك قد كده وطولي وطول ابني، واشيل ابني على كتفي تبقى سمكه اطول، وقصه الوهميه دي. فاحنا النهارده عايزين نشوف كل واحد هيطلع لنا كام سمكه، والميه تكدب الايه؟ الصياد. سمكة رائعة جميلة زي الفل زي الفل، مغسولة وبنحطها في الردة. يا جماعة الردة هنا اسمها بران، ويت بران، ويت بران. درجة الحرارة 400 425 450.
مش اقل من 400، مش اقل من 400. وتحطوا قد ايه بقى؟ اه في حاجه مهمه قوي، اي اكل يا جماعه، اي اكل حيقوا اعملوا ظبطوا كل شيء، لو سويتوا تسويه مش مظبوطه الدنيا كلها، مهما تكون محيه او مهما تكون عامل. لكن لو انت مسويه مظبوط وطلع ناقص ملح، ممكن تزود ملح، ممكن تزود شويه فلفل، ممكن تزود شويه ليمون. لكن لو عامل الحاجات دي كلها وانت مش مسويه كويس، يعني ايه مش مسويه كويس؟ يعني ممكن تكون ايه، يعني مسويه زياده او مسويه اقل. اهم حاجه ان السمك ما تنشفوش، ما تقعدوش بقى على النار لما يبقى فحمه وناشف ومقدد وبعد كده تاكله وتقول لي اه ده انا اكلت سمك حلو قوي. بصراحه كنت معزوم عند ناس، والناس دول كانوا عاملين اكله سمك، وعاملين اكله سمك طالعين بيها السمك، وكانت ناشفه نشوفيه، وهم بقى اه يا سلام سمك محترم سمك حلو، وانت بتقرقش سمك، بتقرقش سمك ومحروق وناشف وطالع عين مامته. فيعني لازم ايه، انا بقول 12 دقيقه على كل وش كويس قوي، كويس قوي. واقول لك على بقى حاجه كويسه قوي عشان تعرف اذا كانت السمكه استوت ولا لا. بتجيب شوكه وبتحطها في السمكيه كده في الظهر كده اهوت، وبترفع اللحم، لو اللحم فصل عن سلسله الظهر استوى السمك، مش محتاج اكتر من كده، ما دام فصل. لكن لو لازق في العظم يبقى لسه ما استواش، ماسك في العظم لسه ما استواش. لو طلع معاك بالشوكه او حته سكينه كده اهوت، طلع اللحم اترفعت عن سلسله الظهر، يبقى معنى كده ان السمكه استوت، مش عايز اكتر من كده. طفي عليها، حط عليها ملح وليمون وكمون وشطه لو عابب وكده، وسيبها 10 دقايق ربع ساعه، وادعيلي ادعيلي ادعيلي يا باشا لو سمحت. باي باي. هنعملها ازاي؟ هنحط توم على النار بزيت زيتون. ايوه. اول ما يبتدي يغير لونه. تمام. حط خل. تمام. اوكي. اه. ماشي. تقريبا ايه، ربع كوبايه على الكميه اللي هتعملها؟ تقريبا اربع معالق. خلي التوم بس مع الخل يطلع ريحته زي الطشه بتاعت الفته. الريحه كده جميله جدا جدا جدا. ماشي. اوكي. ماشي، المتجاز مش بتاعنا فمش عارفينه. اه ماشي. اول ما يبتدي بس يغلي مع بعضه شويه كده. ايوه. بس ميه الخل تروح. تمام. اديها بقى ميه. حط ميه سخنه. ميه سخنه. على قد اللي احنا عاوزينه. بس دي مش سخنه قوي يعني؟ مش المفروض تبقى دافيه شويه؟ لا لا سخنه. المفروض تبقى سخنه. ما انا كده بغلي اهو. خلاص كده. كلنا بنغلي منك ومن تصرفاتك. خلاص هنحط بقى. أيوة. هنحط بقى كل التوابل بتاعه الطحينه اللي بحبها. ايوه. كمون. قشطه. كمون. معلقه. احنا بنعمل كميه كبيره. عشان احنا بنعمل كميه كبيره، معلقه صغيره. رامي. وبعدين هنحط ملح، شويه ملح. لما ينزل الملح، ابتدى ينزل الملح اهو. اوكي. برضه معلقه صغيره. بعدين هنحط شويه ليمون. اه كتر ليمون. الليمون ده بتاعنا يا جماعه. اه الليمون ده مكتوب عليه روم اهو. حلو قوي. تمام. عشان الناس تنبسط هتحط شويه هوت صوص. الله عليك، بس كفايه يا حبيب ولدي. خلاص. تمام. دي الميه اللي هقلب بيها الطحينه. دي الميه اللي انت هتخف بيها الطحينه. اه بعد شويه بقى نحط شويه ميه ساقعه عشان تبيض. تمام. بس كده. تمام. اقفل بقى والخطوه. يا سلام، رامي هيعمل لنا دلوقتي طريقه تسحب بيها العرق بتاع الرمله من الجمبري
من غير ما تفتح بالسكينه بالظهر وتوجع قلبك وكده. رامي ده هو اهو، هو جراح قلب بتاع اخصائي في الاورده والاسمده. طب بص على الكاميرا الشرايين. بعد 1 2 3 4 5 يبقى احنا في النص الثالثه او الثانيه، ونزلها جواها توسبكس بخله يعني. ايوه ونزلها تحتيها. ايوه اوكي، دي احنا نضفينها اصلا. دي منضف. ابتدينا الدكتور بيعمل لها دعامه. ايوه بالراحة عايزين نشوف. ايوه الله، شفتوا يا جماعه العرق اهو، ودي نظيفه اصلا. نشوفها ثانيه مش نظيفه اهو. هو ده بيبقى كله رمله، كله رمله. دكتور هيعمل لنا واحده ثانيه. اتفضل يا دكتور، اتفضل يا دكتور، اتفضل اتفضل. ايوه بالراحه يا دكتور، بالراحه. اوبا الله عليك يا دكتور، الله عليك. شفتوا يا جماعه ايزي واي. يبقى ايه لازم تتنيها شويه، تتنيها شويه. اتفضل يا دكتور اتفضل. هنخش على الجمبري وحلاوه الجمبري. يا جماعه الجمبري الجديد ده هو، والجمبري ده وايلد، يعني وايلد ايه؟ فاكرين لما قلنا وايلد ايه؟ لما نلاقي على حاجه مكتوب عليها وايلد، يعني مش مزارع، يعني الحاجه ديت جايه من البحر. الجمبري ده حلو قوي 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 قوي. الحاجه الوحيده اللي تعرفها في الجمبري حكايه اللي رامي وراها لنا، الطريقه الجميله اللي هي بالتوث بيكس كده اهوت، بتشد العرق اللي هو فيه رم وترميه. شغال يا معلم. ايه رامي ده؟ ايه ده؟ هندسه. انها اسمها ايه؟ معزوفه موسيقيه مقطوعه مش معزوفه. يا لهوي يا لهوي يا سلام. عندما يجتمع حنا ورامي معا وكان الأسماك ثالثهما. يعني ايه؟